متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. يعتزم أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو الزواج بامرأتين في نفس الوقت، واللتين تعيشان معه في منزله الفخم منذ فترة. وأشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن رونالدينيو قرر الزواج بخطيبتيه بريسكيليا كولهو وبتيريز سوزا في شهر أغسطس القادم. ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن وسائل أعلام برازيلية قولها إن الخطيبتين تعيشان مع رونالدينيو بشكل متناغم في منزله البالغ ثمنه نحو 6.5 مليون دولار، وإنه يدفع لكل واحدة حوالي 21,000 دولار كمصروف شهري. وقالت صحيفة أوديا طلب رونالدينيو الزواج من خطيبتيه في شهر يناير العام الماضي وأهدهما خاتمي الزواج، وسيتم إقامة حفل الزفاف في قاعة سانتا مونيكا في مدينة ريو دي جانيرو. أعلن أتلتيكو مدريد توصله لاتفاق مع فياريال يقضي بإعادة التوقيع مع لاعبه السابق رودري هرنانديز مقابل 20 مليون يورو. وقدم لاعب خط الوسط هرنانديز 21 عاما موسما جيدا مع فياريال، حيث شارك في 47 مباراة في كافة المسابقات، وقاد الغواصات لإنهاء الموسم في المركز الخامس بالدوري الإسباني، وسيوقع عقدا مدته 5 سنوات مع أتلتيكو. وانضم رودري إلى فياريال في 2015 بعد 5 مواسم قضاها في أكاديمية الناشئين بأتلتيكو قبل أن يصبح لاعبا أساسيا مع الفريق الأصفر. وذكر نادي أتلتيكو في بيان سينضم لاعب خط الوسط رودري هرنانديز لفريق أتلتيكو مدريد بداية من أول يوليو المقبل بعقد مدته 5 سنوات. وخاض رودري أول مباراة دولية له مع المنتخب الإسباني خلال المباراة الودية التي تعادلت فيها بلاده مع ألمانيا بهدف لمثله في مارس الماضي. رفع المدرب وحيد خليل زيتش دعوة قضائية ضد الاتحاد الياباني لكرة القدم ورئيسه كوزو تاشيما، قائلا إنه أقيل من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بشكل غير قانوني قبل شهرين على انطلاق كأس العالم. وقال محامي المدرب ليونيل فينسن إن تاشيما الذي سافر إلى فرنسا لإقالة خليل زيتش في إبريل يجب أن يستقيل بسبب طريقة تعامله مع الإقالة. وقال متحدث باسم الاتحاد الياباني لا يمكننا التعليق لأننا لم نتسلم خطاب الدعوة. ويطالب خليل زيتش باعتذار شخصي من تاشيما وبتعويض ضئيل قيمته ين ياباني واحد. وتولى خليل زيتش تدريب اليابان في 2015 وقادها للتأهل لكأس العالم في روسيا، وخلفه أكيرا نيشينو في أبريل، وتنافس اليابان في نهائيات كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في المجموعة 8 التي تضم كولومبيا والسنغال وبولندا. يضع يوخيم لوف المدير الفني لألمانيا ثقته في مانويل نوير قائد الفريق، مؤكدا ثقته بأن نوير قادر على حراسة عرين المنتخب في منافسات كأس العالم المقبلة عقب عودته من الإصابة. وقال لوف لا توجد مشاكل على الإطلاق، الأمور تبدو جيدة للغاية في هذه اللحظة، يمكنه أن يكون جزءا من الفريق المشارك في المونديال عندما نشعر أن بإمكانه الظهور بمستواه المعهود. وقال لوف إنه يعلم تماما مسؤوليته تجاه الفريق وتجاه صحته، إذا شعر أن بإمكانه اللعب بنسبة 100% من ثم سيبقى مع الفريق، إذا لم يكن بإمكانه اللعب في أفضل مستوياته سنكون بحاجة للحديث عن خيارات أخرى. ولم يلعب نوير منذ أن تعرض لكسر في القدم في سبتمبر الماضي، ولكنه جزء من القائمة الأولية التي تضم 27 لاعبا للبطولة. كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن أن إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، ويبحث لوتشيانو ساباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن معوض لنجمه الدولي أنطونيو كاندريفا المرشح لمغادرة الفريق بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي. ويفضل نيراتزوري بين 3 لاعبين في مركز الجناح، هم إلى جانب رياض محرز الفرنسي فلوران توفان لاعب أولمبيك مارسيليا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان.
يذكر أن ليستر سيتي حدد سعر بيع نجمه الجزائري بسبعين مليون يورو، وهو ما جعل مانشستر سيتي يتراجع عن استكمال المفاوضات في يناير الماضي قبل أن يعود ويجدد اهتمامه. ويسعى محرز لمغادرة بطل إنجلترا في مناسبة وحيدة من أجل خوض مغامرة جديدة بعد أن قضى معه 4 سنوات. أعلن رسميا نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تمديد تعاقد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو المدير الفني للفريق، وعين المدرب صاحب 46 عاما مدربا لسبيرز في 2014 قادما من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي. وكانت تقارير قد ربطت مدرب إسبانيول السابق بإمكانية تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي، إلا أن بوكوتينيو قرر تمديد تعاقده مع سبيرز. وبحسب بيان النادي الرسمي فإن إدارة النادي قد قررت تمديد تعاقد بوكوتينيو لمدة 5 سنوات حتى 30 من يونيو 2023. ولم يحصل بوكوتينيو على أي لقب مع سبيرز خلال 5 مواسم الماضية، لكنه أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي بالمركز الثاني. عزيزي متابع قناة عرب جول، هل تتوقع أن يكون نوير جاهزا لخوض المونديال؟ شاركنا برأيك.